بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لقاءنا بكم مشاهدين الكرام، ونرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج حياتك والإسلام. كانت قضية المرأة وحقوقها مثار اهتمام السنة النبوية الشريفة. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. فمدرسة الإسلام قد سبقت المدارس الأخرى في إيلاء قضية حقوق المرأة الأهمية التي تستحق. واليوم سنكمل معكم مشاهدينا ما بدأناه في الحلقة الماضية عن مكانة المرأة في السنة المباركة، لما لهذا الموضوع من شبهات عديدة لا يكفي مناقشتها في حلقة واحدة. وكما عودناكم مشاهدينا أن تكون ضيفة حلقات برنامج حياتك والإسلام السيدة مياسة شبع، فاسمحوا لي أن أرحب بها ضيفة كريمة في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم سيدة مياسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن أرحب بك في كل حلقة وفي هذه الحلقة أيضا. الله يحفظكم، نسأل الله تعالى التوفيق. الله يوفقكم، أحسنتم. إذا مشاهدينا اسمحوا لنا بأخذ فاصل قصير لنعود بعدها ونبدأ الحوار مع ضيفة البرنامج، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج حياتك والإسلام. نعود إلى ضيفتنا الكريمة السيدة مياسة. نرحب بك من جديد سيدة مياسة، ونبدأ معك الحوار بأن أكثر الشبهات المتداولة بين الرجال، يعني في الأغلب، أنهم يخاطبون النساء في يعني بشكل يقلل من شأن المرأة، مستندين على قول الإمام علي أو ما ينسب إلى الإمام علي بأنه قال: ناقصات عقل ودين. فما مدى صحة هذه الرواية وما هي دلالتها؟ هذه المقولة المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، بالحقيقة بحثتها ووجدتها موجودة في أغلب، إذا لم أقل كل، كتب أحاديث عند أهل العامة، حتى موجودة في كتب الصحاح، صحيح مسلم وصحيح البخاري، ولكنني حقيقة بحثت عن هذا الحديث المنسوب إلى الإمام سلام الله عليه، لم أجده سوى في كتاب بحار الأنوار وأيضا في نهج البلاغة حسب اطلاع القاصر طبعا. فلما نأتي إلى هذا الحديث المنسوب، نأتي إلى أول نقطة، دراسة السند هذا الحديث. فيقول علماؤنا بأن هذا الحديث هو ضعيف، يعني البعض يعتبره من أحاديث غير المعتبرة، ولكنني بالحقيقة وجدت بعض العلماء يستشهدون به في بعض المواضع الاستدلالية في استنباط بعض الأحكام الشرعية. فلأجل ذلك وددت الوقوف على متن هذا الحديث حتى يتبين ما هو المدلول من هذا القول. فلما نأتي ابتداء إلى المتن، ابتداء ندرس هذا الخطاب، هل هو خطاب مطلق أم هو خطاب مقيد؟ بعبارة أخرى، هل إن هذه القضية هي قضية حقيقية بشكل مطلق أم إنها قضية شخصية خارجية وبشكل مقيد؟ أحسنتم، يعني نستطيع أن نقول هل إن هذا الخطاب لما قال ناقصات عقل ودين، هل هو يشمل كل النساء، جنس النساء، أم لا أنه موجه الخطاب لامرأة معينة؟ لما نأتي إلى هذين الكتابين، إلى نهج البلاغة، نجد بأن الإمام سلام الله عليه قد ذكره في إحدى الخطب، وهذه الخطبة كانت في حرب الجمل بعد أن انتهت مثل هذه الحرب. وتعلمون هذه الحرب كانت مع امرأة شنت الحرب على أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فكيف بالله
الذي قد تغافل عن هذه المعركة بل وشن حرب على إمام زمانه، فكيف ستكون هذه الميتة؟ نعم. على كل حال، فنريد الآن أن نبين مثل هذا المعنى، ما معنى نقصان العاقل لمثل هذه المرأة؟ هل معنى ناقصات العاقل يعني بأن عقل هذه المرأة، مخ هذه المرأة هو أقل من عقل الرجل ومخ الرجل؟ لأن عندنا الأبحاث العلمية أثبتت بأن مخ الرجل هو أثقل وزنا من مخ المرأة بنسبة تقريب 10%. فهل هذا يعني بالضرورة بأن إدراك الرجل أو إدراك المرأة أقل من إدراك الرجل؟ نقول بالطبع هذا الأمر غير صحيح، لأنه سوف يترتب عليه محذورات كما سوف نبين. إدراك المرأة هو نفس إدراك الرجل في الأمور النظرية، في الأمور العلمية. فمثلا المرأة تدرك الرجل بأن الكل هو أكبر من الجزء، تدرك بأن الصدق هو حسن، وتدرك بأن الكذب هو قبيح، مثل ما يعني نفس إدراك الرجل ومثل ما يعلم الرجل. نعم. فلا يمكننا أن نقول بأن إدراك المرأة هو أقل من إدراك الرجل. لماذا؟ هسه لما نأتي إلى درجات النقص، نقول بأن المرأة لا تدرك شيئا مثلا. إذا قلنا لا تدرك شيئا وأن إدراكها هذا راح يكون كأنما معدم، هل سوف تكون مكلفة إذا كانت لا تدرك شيء؟ نعم. المجنون هل هو يكلف؟ نحن تعلمون أنها لا تكلف. بينما لما نأتي إلى قوله تعالى ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم هذه الآية بأن المسلمين والمسلمات، قال أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا يبين بأن المرأة هي مكلفة أم ليست مكلفة؟ مكلفة. هسا واحد يقول لا خلنا نرفع شوي من إدراكها، إدراكها قد يصل لدرجة الطفل الغير مميز، يعني الذي لا يميز القبيح من الحسن، الضار من النافع. نحن نقول الطفل غير مميز، هل هو مكلف أم غير مكلف؟ أيضا غير مكلف. ونحن نعلم بأن المرأة مكلفة، إذن إدراكها ربما يكون أعلى، ربما البعض يوصلها إلى درجة أستطيع أن نقول الطفل المميز اللي يميز الضار عن النافع. نحن نقول هل أن الطفل المميز وإن كان مميزا، هل أن هذا الطفل يكون مكلف أم لا؟ ليس صحيح. هم بعض العلماء يقولون أعماله مقبولة مثل الصلاة الصوم، بعض معاملاته مثل الصدقة مثل الوقف مثلا والوصية، ولكن مع هذا إذا ارتكب جرما هل سوف يحاسب؟ لا سوف يحاسب. بينما المرأة هل سوف تحاسب؟ إذا كانت بالغة نعم تحاسب. إذا نفهم من ذلك بأن إدراك المرأة لابد أن يكون لا أقل مساوي لإدراك الرجل البالغ وليس أقل من ذلك. يعني حتى لو رجعنا إلى موضوع التكليف المرأة، تكليف المرأة في سن التاسعة، لا يعلم الله أنها يعني في سن قليلة يمكن أن تكون غير مدركة، فكيف كلفها في هذا؟ أحسنتم، هذه النقطة تبين بأن إدراك المرأة هو أسرع من إدراك الرجل. لأجل ذلك الله تعالى كلفها قبل 6 سنوات، يعني لما أكملت أحسنتم 9 سنوات قمرية، بينما نحن نعلم بأن الرجل يكلف حينما يبلغ 15 سنة قمرية. يعني هل سبقته بكثير من الإدراك يعني تكليف وهذا الأمور؟ الإدراك أستطيع أن نقول هو أسرع عند الإناث منه إلى الذكور، لأن الله لا يكلف شخص بأحكام الشرعية لو ما يكون يعني مدركا وفاهما لهذه الأحكام. بالتأكيد. نعم. لكن نريد أن نقف الآن على كلام الإمام، هذه المقولة المنسوبة للإمام. إذن ما المقصود من قوله سلام الله عليه ناقصات مثلا عقل ودين؟ هسه نريد نركز على هذا القضية ناقصات عقل. ربما يراد من نقصان العقل القرارات العقلية التي تستنتجها المرأة، وطبعا هي القرارات التي تؤثر على السلوك، قابلة للتأثر بالعوامل الخارجية أكثر من الرجل في الأعم الأغلب. ها دائما نقول ونركز القرارات المهمة، يعني ممكن القيادية الرئاسية بصورة عامة. أستطيع أن نقول لماذا؟ لأن عاطفة المرأة أشد عند المرأة منه عند الرجل.
هسه هذه الحقيقة أثبتها الله سبحانه وتعالى بقوله وليس الذكر كالأنثى. البعض يصور بأن هذه القضية محصورة في بعض الأجهزة، في بعض الأعضاء، لكن لما نأتي بالحقيقة إلى الأبحاث العلمية نجدها تؤكد بأن هناك اختلاف دقيق حتى في الخلايا. خلية المرأة هي تختلف عن خلية الذكر، كما تعلمون بأن كل خلية أنثوية تحمل كروموسوم XX بينما الذكرية XY، وهناك تحمل الجينات والصفات الأنثوية بينما الذكرية تحمل الصفات والجينات الأنثوية. نعم، وهذا الاختلاف يعني يقلل من شأن المرأة؟ لا، هسه الآن نعم. إن شاء الله سوف نبين. عند إذن لما نأتي إلى الاختلاف الأول والمهم، لأن نتكلم عن قضية العقل. نعم. البحث العلمي يبين بأن في المخ هناك جزء يسموه الجهاز اللمبي، هذا مسؤول عن الانفعالات العاطفية. عند المرأة وجدوا بأنه أعمق وأطول مما هو عند الرجل، وهذا يدل على أن المرأة تتفاعل بسرعة أكثر من الرجل. لماذا؟ لابد من وجود حكمة. الحكمة هي لأن الله تعالى جعل هذه المرأة هي صانعة ومربية للأجيال. تحتاج إلى عاطفة شديدة وكبيرة لكي تتحمل أعباء الحامل، مثلا تتحمل هذا الطفل لما يبكي، لذلك تجون صبر الرجل ليس كصبر المرأة. إذا سمع الطفل يصرخ يقول لها خذي ابنك واخرجي، أنا لا أستطيع أن أتحمل مثلا. تحتاج إلى تربية في كل المراحل. الإمام يقول دع ابنك يلعب 7 سنين وأدبه 7 سنين وألزمه نفسك 7. هذه تحتاج المرأة إلى عاطفة كي تربي هذا الولد تربية إسلامية صحيحة، كي أي وتراعي كل أموره، يعني بحيث تربي تربية نفسية أولا. أحسنتم. إذا أستطيع أن نقول بأن هناك حكمة من إعطاء هذا الزخم الكبير للعاطفة، ولكن يفترض على المرأة بأن هذه العاطفة الموجودة تحاول أن تسيطر عليها، وخصوصا إذا خرجت خارج البيت، لأنها ربما سوف تتأثر وتنخدع ببعض الكلمات المزوقة من قبل الرجال. وجب عليها أن تحذر. لأجل ذلك نقول القرارات العقلية التي تتخذها المرأة ربما تتأثر ببعض العوامل، كأن تنخدع بكلام رجل وتصدقه، أو ربما تتأثر بالحوادث الأخرى، كأنها تأخذ هذه المرأة في الحروب. هذه المرأة لا تستطيع أن تنظر إلى تلك المواقف المزرية، كأن ترى الجثث والقتلى وهذه المناظر البشعة. شوف، انتبهوا، الإمام يشير إلى هذه النقطة قائلا سلام الله عليه حينما أوصى الأنصار قال لا تهيجوا امرأة وأن شتمنا أعرابكم وأن سببنا أمراءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول. نعم. هنا الإمام ما قاعد يذم المرأة، بالعكس كأنما يبين يكرمها وينطيها على يعني قدر استطاعتها، يعني نعم، يعني الإمام عاطفية. أولا هو متأسف، لماذا أنتم سحبتم النساء إلى هذا المكان، مكانها لا يكون في هذا المكان الموحش. هاي المرأة رقيقة، المرأة لطيفة، المرأة سريعة الانكسار، المرأة غير قادرة على تحمل القسوة، على تحمل الشدة. المرأة يفترض عليها أن تكون مصونة من قبل الرجل، ولا يجوز أن يضغط عليها بمثل هذا الشكل. الأمر الآخر ربما الذي نريد أن نقف عليه، وهو بأن المرأة أستطيع اعتبرها ناقصات عقل. العلة هي اللي ذكرها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن المرأة تتعرض إلى النسيان أكثر من الرجل، بدليل العلة اللي ذكرها الإمام في خطبته حينما قال وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل. طبعا بالمناسبة ما هي الخطبة المقطع اللي ذكر الإمام سلام الله عليه؟ يقول الإمام سلام الله عليه معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأما نقصان إيمانهم فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام الحيضهن. وأما نقصان عقولهم فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد. نعم، أحسنتم سيدة مياسة. دعينا نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنكمل ما بدأنا. إذن مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. Oh.
عدنا معكم مشاهدينا الكرام من جديد، وهذه الحلقة من برنامج حياتك والإسلام. سيدة مياسة، نعود إلى ما توقفنا عنده. نعم، تفضلي. النقطة الثانية التي وددنا الإشارة إليها والتي تتعلق بنقصان عقل المرأة هي العلة التي ذكرها الإمام سلام الله عليه، نعم، حينما قال: وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد. نعم. ترى الإمام سلام الله عليه لماذا يربط ما بين نقص العقل وما بين الشهادة؟ الآية الكريمة هي التي تبين ذلك. أي آية؟ يقول تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم. إذا نست واحدة الثانية هي التي تذكر. إذا هذه الآية تشير بأن المرأة معرضة للنسيان أكثر من الرجل. نعم. والأبحاث العلمية قد أثبتت مثل هذه الحقيقة باعتبار المرأة تتعرض لحالات من الحيض والاستحاضة والحمل والنفاس، فتفقد كميات من الدم كبيرة. نعم. وهذه الكمية فيها أيون الحديد الذي له علاقة بتنشيط الذاكرة. يعني كلما قل هذا العنصر كلما يؤدي إلى تعرض المرأة إلى النسيان. إذا أستطيع أن نقول قضية نسيان المرأة وقضية أيضا تعرض المرأة للعاطفة الشديدة، أضف إلى ذلك إلى أن المرأة ليست كالرجل بأن تجاربها أقل، ربما لأن حركتها تكون محدودة ليست كالرجل. كل هذه الأمور ربما تجعل المرأة حذرها أقل من الرجل، بحكم الرجل أكثر حذر من المرأة باعتبار ما تحدثتي أنها عاطفية ممكن أن تنجرف وراء احتكاك الكلمات أكثر. نعم. احتكاك الرجل أكثر يؤدي إلى أنه الكفاءة في اتخاذ القرارات ربما على فرض صحة مثل هذا الكلام المنسوب للإمام يكون أقل. طبعا هذا في الأعم الأغلب، وإلا لو نأتي إلى بعض النسوة ما شاء الله تفوقنا على بعض الرجال، حتى بعض النسوة بلغنا درجة الاجتهاد. نعم، وهذا الدليل. يعني الآن نسائنا العراقيات يعني أبدعن في تربية أسرهن بعد ما مر به العراق من ظروف قاسية. نعم. ومن حروب، يعني الكثير من الأرامل أثبتت أنها أقوى من كثير من الرجال في تربية أسرة بكاملها. نعم، فلأجل ذلك نحن نقول ونتمنى من الرجال أن لا يستخدمون مثل هذا الحديث بأنه هو سبب في انتقاص المرأة، لأن الإمام سلام الله عليه لما أشار إليه لا يريد أن ينتقص المرأة، كما أن الإمام بدوره أيضا ذم عدد من الرجال مثلا حينما قال: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق. هل معنى ذلك بأن نستطيع أن أسحب ذلك على جنس الذكور؟ أو قال: يا أشباه الرجال ولا رجال. هل أستطيع أن أقول بأن هذا الكلام موجه إلى كل جنس الرجال إلى قيام الساعة؟ لا بالطبع، لا هكذا تورد الإبل. فربما يكون هذا الخطاب خطاب خاص، وقلنا بأنه بحق من قد نزل هذا الخطاب. نعم، إذن يعني هناك شبهة أخرى، وهي أنه يعني الكثير تظلم يعني أو ينسب إلى الإمام علي بأنه قال: المرأة شر كلها. نعم. وشر ما فيها أنه لا بد منها. نعم. يعني كيف تكون المرأة شر؟ وهل من المعقول أن الإمام علي عليه السلام ينعى أو ينعت المرأة بالشر وهو زوج البتول سيدة نساء العالمين وهي امرأة؟ نعم، أحسنتم. نعم. لما نأتي إلى هذه المقولة الثانية وهي الشبهة الثانية التي يستخدمها بعض الرجال للانتقاص من المرأة، نقول سند هذا الحديث إذا كان منسوب للإمام سلام الله عليه البعض قد ضعفه. نعم. والبعض قد سكت عنه. ولكن بالحقيقة نحن كما تعلمون دائما نركز على قضية المتن، لأننا نعرض على هذا المتن على الأصل المحكم في القرآن هل هو مثل يعارضه أم لا، على الروايات المعتبرة التي اتفق عليها الفقهاء هل أن هذا الحديث سوف يوافقه أم لا، مع المنطق العقلي أيضا. نعم. فلما نأتي إلى متن هذا الحديث نقول نفس ما قلنا في الشبهة الأولى. نعم. هذا الخطاب هل هو خطاب مطلق يعني جنس النساء، يعني النساء بأكملهن جنس النساء شر، يعني هل معنى ذلك، أم أن هذا الخطاب خطاب خاص يتحدد بمثلا بامرأة معينة هذا بجماعة؟ إن كان صحيحا هذا إن كان مرويا إحنا بغض النظر عن صحته. هسه الآن نأتي إلى المتن. نعم. هسه بالبداية لما يقول المرأة شر كلها، الشر في اللغة يعني بمعنى الأذى، بمعنى الفساد، بمعنى السوء. يعني هسه نجي نقول هل معنى الإمام لما يقول المرأة شر كلها هل إن الخطاب خطاب مطلق يعني كل جنس النساء هن
يتصفن أو هن مصدر الأذى والفساد مثلا، أم لا هذا الخطاب خطاب مقيد بامرأة أو بمجموعة خاصة من النسوة؟ فهذا كيف نعرفه؟ عن طريق الألف واللام في كلمة المرأة. فإذا كانت هذه الألف واللام هي التعريف يعني العهدية، يعني كأنما يكون المعنى المرأة كلها شر، يعني المرأة المعهودة هذه فلانة هي كلها شر. وربما يراد من الأل هي أل الجنسية، يعني مثل جنس النسوة كلهن شر مثلا. إذا كيف لي أنا أعرف ذلك؟ أستطيع أن أعرف ذلك عن طريق البحث عن القرائن. فالقرينة إذا وجدتها قد صرفت الحديث عن الإطلاق، فعندئذ يتعين أن تكون هذا الألف واللام عهدية، يعني منسوبة إلى امرأة بذاتها. وفعلا لما نرجع نجد القرائن كثيرة، منها لما أتي إلى مناسبة ذكر هذا المقولة المنسوبة لإمام، أجدها قد إنها أشارت إلى نفس تلك المرأة، باعتبار هذه المرأة التي خرجت على إمام زمانها وسفكت بسببها الآلاف من الدماء. إذن هل معنى ذلك أنها سببت لهم الأذى والفساد أم لا؟ بالطبع هذا الأمر يتحقق، وبالذات لما نأتي إلى الروايات تبين مثل هذه الروايات بأن هذه المرأة أصلا كانت قد سجدت لله لما سمعت بشهادة الإمام سلام الله عليه، وسمت أحد عبيدها بعبد الرحمن، وأخذت تذكر بعض الأبيات مستهلة فرحة، حتى عاتبتها زينب بنت أبي سلمة وقالت لها كيف أنت تتجرئين وتقولون ذلك، فضحكت وقالت بسم الله إذا نسيت ذكريني. على كل حال الأمر الآخر أو القرينة الثانية، إحنا إذا قلنا بأن هذه القضية مطلقة، يعني كأنما الإمام يقول كل جنس النساء هن مصدر الفساد والأذى، هل أن هذا الأمر مقبول؟ بالطبع غير مقبول، لأنه يتعارض مع عصمة النسوة التي أشار إليه إن الله تعالى في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونحن نعلم بأن فاطمة سلام الله عليها هي سيدة النساء، المرأة المعصومة. وأيضا لمريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على شنو؟ على نساء العالمين. وأيضا إذا قلنا بهذا الإطلاق، هذا راح يتنافى مع المدح الذي مدح الله تعالى به المؤمنات المسلمات. نحن ذكرنا هذه الآية أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لم يفرق. نعم. وأيضا لما يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمان بشراكم اليوم، يعني هل يعقل بأن هذه المرأة إذا كانت كلها شر، إذا كانت هي مصدر الفساد والأذى، يبشرها الله سبحانه وتعالى بالجنة؟ هذا غير معقول. إذن من التي سوف تدخل النار؟ الأمر الآخر، نحن نقول أن هذا الأمر إذا كان مطلق سوف يتنافى أيضا مع النسوة الغير المعصومات التي خلطن عملا صالح وآخر سيء. لماذا؟ لأنها إذا كانت يصدر منها الشر ويصدر منها الخير، فلا يصح أن نطلق عليها بأنها شر كله. لأنه إذا قلنا ذلك يفترض نقول بأن المرأة شر، ولكن إذا قلنا المرأة شر كلها، يعني كل أعمالها لا يصدر منها إلا الشر. فربما شخص يقول لا، لأن العم الأغلب من المرأة بأنه يصدر منها الشر. نحن قلنا إذا قلنا ذلك يفترض كلمة الكل ترفع من ذلك. الأمر الأخير، القرينة الأخيرة حتى لا نطيل، بأن هذا الإطلاق إذا ذكر فسوف يتنافى مع عصمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يدافع عن حقوق الإنسان ويدافع عن المرأة ويسميها ريحانة. قال المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فكيف إذا كانت مصدر الشر والسوء والأذى تكون ريحانة؟ بالله عليكم. إذن أستطيع أن نقول بأن هذا المعنى بكون المرأة هي مصدر الفساد والأذى والسوء هو غير مقبول. نعم، إذا أراد شخص يقول يا بس ربما هذا الخطاب خطاب عام، ولكن كيف لنا أن نفسر هذا المعنى؟ نستطيع أن نفسره بمعنى ذكره الشيخ الطبرسي رحمة الله تعالى عليه، بأن المراد من الشر هو الفتنة، وليس المراد منه خصوص الأذى والسوء، يعني عم من ذلك. ما هو الدليل؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ونبلوكم بالشر والخير
فتنة. نعم. يعني كأنما من أهم وسائل وآليات الفتنة والشر. نعم. ماذا يقول تعالى؟ يقول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. نعم. انتبهوا، ثم الآية لم تقل هنا وإن أصابه شر، وإنما قالت وإن أصابته فتنة. انقلب على شنو؟ انقلب على وجهه، استبدل الشر بالفتنة. يعني لأن عندنا مفروض مقابلة ما بين الخير والشر، ولكن عبر عن الشر بأنه فتنة، لأنه من أجل مصاديق الفتنة هو الشر. لذلك تجدون إحنا عوام الناس لما نجد مثلا شخص مصاب بمرض أو كذا نقول له اصبر إنها فتنة وامتحان، بينما لما نجد هناك خير يعمه لا نقول له فتنة، نقول له هذا مثلا خير لك، هذه نعمة. لأن أكثر ما يطلق على مثلا الفتنة بأنها هي الشر، أو الشر بأنه الفتنة عفوا. الأمر الآخر هو أن هذه الفتنة لا يفلت منها أحد. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ألف لام ميم حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين ماذا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لأجل ذلك الإمام سلام الله عليه حينما يقول: إذا تردون تتعوذون من الفتن لا تتعوذون منها بشكل مطلق. يعني يقول الإمام: لا تقولوا اللهم أني أعوذ بك من الفتنة. لماذا؟ هنا يقول: لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. لأن الله تعالى وخلق الموت والحياة ليبلوكم ليفتنكم، يعني أيكم أحسن عملا. ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، القسم المضل منها. فإن الله سبحانه يقول: واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. إذن من هذه الآية تبين بأن الفتنة لها مصاديق. نعم. وهي أصل الشر. إذن نعم. عد هذه المسألة سنقف. نعم. ونأخذ فاصل قصير ونعود. أحسنتم، ابقوا معنا مشاهدينا. عبدك يا رباه لبى واعتمر، يا رب عبدك يا رباه لبى واعتمر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، عبدك يا رباه لبى واعتمر، يا رب عبدك يا رباه لبى واعتمر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر. عدنا معكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج حياتك والإسلام. سيدة مياسة، توقفنا عند حد أن الشر أصله فتنة. نعم. نعم. ذكرنا بغض النظر عن كون هذا الخطاب هل هو خطاب مطلق أم مقيد، فلما نأتي إلى المعنى، بعض المفسرين مثلا يقولون بأن هذا الشر ربما لا يراد منه خصوص الأذى والفساد، ولكن ربما يكون أعم من ذلك بكونه فتنة. نعم. وذكرنا مثل هذه الآيات التي استشهدنا بها. فلما نأتي إلى بعض تلك المصاديق، الله تعالى ماذا يقول؟ واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. يعني دا يبين بأن من مصاديق الفتنة هم الأموال والأولاد. ولكن بما أن كلامنا هو يدور حول المرأة، فنريد أن نعلم هل توجد هناك رواية أو آية بينت بأن المرأة هي مصداق من مصاديق الفتنة؟ نعم. نعم سوف نبين، بل هي من أعظم مصاديق الفتنة. كيف؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، عام إلى أن تقول الآية: والله عنده حسن المآب. هنا هذا يقول الشيخ الطبرسي رحمة الله تعالى عليه. لما يأتي يقول أول مصداق من مصاديق الشهوات ذكر المرأة. لماذا يقول؟ لأن الفتنة بهن أعظم بالمرأة. فلأجل ذلك يستشهد بروايات مذكورة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ الطبرسي. ماذا يقول؟ يعني بمعنى الشبهة، العفو، الفتنة الآن من يعني من جانب أنها يعني المسألة الفتنة شكلها ومظهرها وأنها تجلب الفتنة للرجل. نعم نعم، الفتنة للمرأة كل هذا يقول. إحنا مو قلنا هذا الحديث المرأة شر كلها، يعني كأنما المرأة فتنة كلها. نعم. هسه نأتي الآن نبين لماذا
كانت المرأة من أعظم مصاديق هذه الفتنة. هنا يقول: لذلك يستشهد بقول الرسول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويستشهد بقوله أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: النساء حبائل الشيطان. وأيضا يستشهد بنفس هذا النص الذي ندرسه محل البحث حينما يقول: المرأة شر كلها، وشر ما فيها إنه لا بد منها، لأن لا بد من وجود المرأة حتى يحافظ على الجيب من الانقراض، يحافظ تحافظ على النسل. إذا نأتي إلى هذه النقطة، كون المرأة هي فتنة بملاحظة ماذا؟ بملاحظة العم الأغلب، لأن أغلب الرجال هم يفتتنون بالمرأة لرقتها، لجمالها، للطافتها. هذا له شواهد كالمال، فنجد بأن المال هو الأعم الأغلب للناس يفتتنون به، لذلك ورد ذم المال في روايات متعددة. فمثلا الإمام سلام الله عليه يقول: المال نهب الحوادث. وعبر عن المال: المال داعية التعب ومطية النصب. وقال سلام الله عليه: المال يكرم صاحبه في الدنيا ويهينه عند الله سبحانه. وقال: المال فتنة النفس ونهب الرزايا. وهكذا عشرات ربما نقول من هذه الأحاديث التي تذم المال. ولكن نحن نأتي نقول: هذا هل هو معنى ذلك كل المال مذموم؟ لا، العم الأغلب مذموم. لماذا؟ لأن الناس أغلبهم لما يعطون المال فسوف يحصل لديهم نوع من الانحراف. وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله: ولو بسط الله الرزق لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هو يعلم بأن هذا العبد هو الذي لا يستقيم إلا بفقره، وأن من عبادي الحديث يقول: من لا يصلحه إلا الفقر، وأن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى. وآية أخرى تقول: وأنه لحب الخير، لحب الخير لشديد. هذا الإنسان يكون شديد الحب وميال للمال، ولكن هل يعني ذلك بأن هذا المال بإطلاقه يكون مذموما؟ لا، وإلا يستطيع الإنسان بالحصول على المال بأن يرتقي إلى أعلى عليين، كما حصل مع بعض الأنبياء مثل نبي الله يوسف سلام الله عليه كما تعلمون، حينما كان مسؤول عن خزائن مصر، ومثل ذو القرنين كما تعلمون، وبعضهم مثل الأنبياء مثل سليمان. على كل حال، يعني المسألة تطبق على المرأة نفس الشيء. نعم، مثل ما المال ليس كله فتنة، أحسنتم، يعني ليس كله شر، دائما أكرر في الأعم الأغلب. ولكن نسأل: لماذا هذا الافتتان بالمرأة؟ لماذا صار من أكبر مصاديق الفتنة هي المرأة؟ وذلك لأن المرأة بالحقيقة تشكل عنصر إغراء أكثر من عنصر إغراء الرجل. لذلك لما نأتي إلى الشاعرات والشعراء، تجدين مثلا أن الشعراء يتغزلون بالنسوة في جميع الساد وأعضاء المرأة، بينما لما نأتي إلى الشاعرات القليل بل النادر التي تتغزل بالرجل. ولما نأتي إلى نقطة أخرى، وهي الغريزة الجنسية الموجودة عند الرجل هي أسرع وأكثر إثارة منها عند المرأة. لأجل ذلك الله تعالى أمر النسوة بالتستر، لكون المرأة كل بدنها هو يكون فتنة. الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وهكذا نهاية الآية. وطبعا إن شاء الله في بعض الحلقات التي سنتكلم فيها عن الحجاب سوف نشير بالدقة إلى مثل تلك الأحاديث، ولماذا الله تعالى فرض مثل هذا الفرض. نأتي إلى مثلا هذا الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول: وللمرأة ألا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهرك. لماذا؟ لأن الغريزة عند الرجل هي أسرع وأكثر إثارة. فلأجل ذلك يصح أن نطلق بأن المرأة كلها فتنة قياسا إلى الرجل، بينما لا يصح أن نطلق أن نقول الرجل كله فتنة قياسا إلى من؟ إلى المرأة.
هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني لهذا الكلمة المرأة، المرأة شرا كلها، يقول ابن ميثم البحراني بأن المقصود من الشر هنا بمعنى الضرر، بمعنى النقص. يشير إلى ذلك في شرح نهج البلاغة الجزء الخامس صفحة 361، أذكر هذه العبارة من أجل الأمانة. يقول: وأراد أن أحوالها كلها شر على الرجل. أما من جهة مؤونتها فظاهر. يعني شنو جهة مؤونتها؟ يعني بأن الرجل هو المسؤول عن نفقة المرأة، عن مؤونة المرأة. فلما يصرف من جيبه يشتري لها هذا يشتري لها هذا، هل معنى ذلك أصابه ضرر ونقص؟ بالنسبة للرجل نعم. فلأجل ذلك المرأة شر كلها، المرأة هي ضرر ونقص كلها بالنسبة للرجل، لأنها نقصت مثل نقول من كيسه. نكمل. نعم أحسنتم. وأما من جهة لذتها، هذا الكلام إلى ابن ميثم البحراني. يقول: وأما من جهة لذتها واستمتاعه بها، فلاستلزام ذلك البعد عن الله تعالى والاشتغال عن طاعته، وأسباب الشر شرور وإن كانت عرضية. يعني ده يبين هو رح يصيب نوعا ما نقص حتى في التلذذ مع الله، مع مناجاته في الله، لأن هذه المرأة شغلته عن الله. فلذلك ربما بالنسبة، أرجع أقول بالنسبة للرجل، هي تعد ضرر ومصدر من نقص. إذن نأتي إلى هذين الأمرين، نقول بينا الآن بأن هذه المرأة حينما أشار الشيخ الطبرسي رحمة الله تعالى عليه والشيخ أيضا البحراني، يقول بأن سواء كانت هذه المرأة هي فتنة أو سواء هذه المرأة يعني كانت ضرر أو نقص، هي شرها يكون شر نسبيا إلى الرجل وليس بشكل مطلق. وإلا لما نأتي إلى قضية الأطفال، قضية النساء، لا تكون هذه المرأة شر بالنسبة إليهم، ولكن فقط بالنسبة إلى الرجل. نعم سيدة مياسة أحسنتم، يعني هذا ما يسمح به وقت البرنامج. كنا نتمنى أن نستمر معك في الحوار باعتبار أن الموضوع مهم ويحتاج إلى أن نعالجهم في كل الاتجاهات. إذن نشكرك الشكر الجزيل على كل ما تفضلتي به وكل ما قدمتيه إلى مشاهدين الكرام، وهذا مشاهدينا ما يسمح به وقت البرنامج. أشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه. نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدعاء، معراجك نحو الكمال.